34 مباراه بتوع اسوان هم اللي كسروا لي رقم القياس ما شاء الله. يعني انا كنت ممكن اكسل في يوم واقول لا مش هروح بعيده انا اسف ابني تعبان، لا انا ما اعرفش اعمل كده، حتى لو ابني تعبان بروح. ورحت معاهم وربنا كرم ان انا كملت معاهم كل الماتشات. رجعت نادي الانتاج لعبت الثلاث مواسم متتاليه، وصلت ل 120 مباراه متتالي مع كابتن حسن الشاذلي، هو 119 120، فالحمد لله يعني رقم ما اتكسرش في مصر قبل كده، رقم قياسي ان انت تلعب 120 ماتش متتالي بدون توقف بدون انذار بدون طرد بدون الحمد لله اصابه بدون الحمد لله ما فيش يوم، حتى في ايام كابتن مختار عارف الكلام دوت، انا في ايام ببقى مصاب وتعبان ولا وبنزل العب بقول له هلعب والحمد لله لعبت الحمد لله وربنا كرم وقدرت اكسر الارقام دي كلها. وكل ده ما بيجيش من فراغ والله يا كابتن سيف، انا جيت بعد تعب وارهاق، اسال اي حد بيمرني هيقول لك الراجل ده بيتمرن زي ما بيلعب الماتشات، تمرينه زي الماتشات لحد دلوقتي. لحد دلوقتي عامل السن ما بيفرقش معاك؟ ما بقولكش مثلا تهدى على العظمه شويه؟ لا انا اخده مجرد رقم، انا مش بحسبها كده، انا ماشي بالسن ده مجرد رقم مجرد بطاقه معايا هي سنها كده. لكن لو الناس بتقيم صح او بتقدر الطبيعي لا هيقولوا الراجل دوت مش ده سنه او ده مش طريقه سنه. بتحدى بكده؟ انا بتحدى كده وانا ماشي كده. ولو حاسسك ممكن تلعب لحد كام سنه؟ ربنا يديك الصحه يا رب. لغايه ما انا احس ان انا ما بعرفش انزل الملعب موظف يا كابتن سيف، انا ما بعرفش انزل ابقى موظف جوه الملعب. فاول ما احس ان انا موظف لا هقول شكرا، حتى لو هقضي كده انا ما بعرفش اقضي، ما بعرفش طالما باخد فلوس يبقى هلعب بيها، هلعب بيها بكل جهد. اغرب حاله شفتها؟